يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الشراب شق فهل يجوز المسح عليه؟ يا أخي ما حدك الله على شراب تشد، الشراب كثير، اشر ولا استعر شراب مناسب ولس، نعم احتط لدينك، لا تناظر إلى قول من أفتى بأن كذا وكذا، احتط يا أخي لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نعم.